أشرف السيد عميل إقليم مديونة يومه الاثنين 1 نوفمبر 2021 على تدشين ملعب للقرب لفائدة نزلاء المركز الاجتماعي دار الخير بجماعة سيد حجاج وادي حصار. وخلال زيارته للمركز تم الوقوف على مدى استمرار الأشغال في جميع الورشات كالنجارة والميكانيك والحلاقة. وفي نفس الوقت أعطى السيد علي سالم الشكاف أوامره لتدشين ملاعب رياضية متنوعة داخل المركز، ملعب للكرة الطائرة وملعب لكرة السلة وملعب للقرب ستستفيد منه ساكنة دوار الخير المحادي للمركز الاجتماعي. السيد محمد بلغالي بن جلون رئيس جمعية الخير والكرامة المسيرة لهذا المركز يحدثنا عن هذه الزيارة. نشرف بزيارة ديال السيد عامل ديال المديونة والأعضاء ديال المجالس الإدارية ديال المنطقة باش تشنا ملعب ديال كرة القدم من ملاعب القرب، وهادشي دخل في إطار المساعدات اللي تعطات لنا هذه عامين وحنا هنا. كنذكر بان المركب ديال تيتملل تأسس في 1999 وكان عنده مشاكل كبيره في خاصه في التسيير. حنا عندنا ديجا في الجمعيه ديالنا دار البنات ودار المسنين اللي كنسيروا بفلوسنا، وكان السيد اللي كان جابني هنا الله يرحمه الحاج فاضل السقاط صديق ديال الطفوله اللي معروف بالكرم ديالو وبالجود ديالو وبلا فونداسيون سقات اللي كمونات واحد العدد ديال المشاريع. دونك هما الناس اللي كانوا جابونا لهنا ودفعونا باش ناخذوا تيتملل اللي كان تحدي باش ينجح وباش يوصل الاهداف اللي كانت مقرره ليلو. من المشاكل اللي كانت موضوعها هنا مثلا تيتملل ما كانش عندها ديفو سيبتيك كان جوج ديال الناس كيعملوا الدوش. ملي كندويو على تيتملل كندويو على السونتر سوسيال ديال تيتملل، كنهضر على الخيريه ديال تيتملل. درنا 6 ديال لي فو سيبتيك كبار، دخلنا الماء ديال الشرب لان الناس كانوا كيشربوا الماء ديال الابيار، صوبنا مطبخ اللي يمكن له حديث يمكن له يوكل 1500 ديال الناس في اوروبا، صوبنا مخبزه، هادشي كله بفلوس ديال الناس اللي ساعدونا بلا ما نذكر الاسامي ديالهم كلهم لان كيرفضوا. درنا سبيطار جديد، درنا قاعه ديال الترويض، اليوم كنوجدوا زيادة على القاعة ديال الترويض وعلى الحضور ديال الأطباء، محل ديال السنان. نعيو ما نقول عندنا بنا كان في إطار الإدماج الاجتماعي زيادة على التهلف. هاد الناس هادو بنزل المرحلة ديال التكوين. السيد العامل من نقول من الأعضاء ديال الجمعية، ماشي غير عامل، من الاعضاء ديال الجمعيه. ما كاينش لا هو ولا الاعوان ديالها والاداره ديالو اللي ما معاونيناش. خصنا غير نطلبوا وفي 48 ساعه اللي كتجي من بعد الحمد لله داك الشيء كيتنفذ. المركب كيف زرتيوه رجع عنده وجه اخر. اليوم عاوتاني زياده على التدشين ديال الملعب ديال القرب. السيد العامل قرر باش يتزاد ملعب كبير اللي غادي يستافدوا منه الناس ديال النزلاء والناس ديال الورشه، الناس ديال المنطقه. وقرر ايغالمون باش نديروا ملعب اومني سبور فيه الباسكيت، فيه الهاندبول، فيه الفوليبول، فيه لي بول. صوبنا ديجا المسرح اللي كان متخلى عليه اللي رجع اليوم فيه مقهى بالتلفزيون غران تيكرا اللي فيه الكارتا، فيه البابي فوت، فيه البيار انجلي، فيه البينبون، فيه الجرائد. درنا دي بافيون جداد لان لي بافيون القدام كانوا عباره على بيوت فيهم افريشه. اليوم ما عندهم لا هواء ما عندهم لا ضوء. اليوم البافيون الاخر هذا اللي تبنى
كيبان في الحجم ديالو صغير، ولكن القدره الاستيعابيه ديالو كتدوبل هادو اللي موجودين. وتا هما الله يجازي المحسنين، كل شيء تخلص من عند المحسنين، لا من ناحيه ديال الجوده ولا من ناحيه ديال التفكير ديال البني. كنظن بان الزياره الشوفان ديال اللي غنطلب من هاد الناس هادو يجيو يزوروا، يجيو يزوروا. زعما هذا دعاء لجميع الناس اللي المغاربه كرام، المغاربه كيعطيو. المغاربه كانوا متخوفين، كانت السمعه ديال التيتمان اللي تكرفصت، إن كانوا وقعوا مسائل ما نهضروش عليها ما متعلقاش بنا. اليوم استرجع الثقه، والله الى في رمضان الى تقريبا كنطلب الناس ما يبقوش يصيفطوا، ما بقينا فاش نخزنوا. تبارك الله الخيرات اللي كان ربي اللي بفضل هاد الناس هادو، لا لي العصير لي كلاص الحلاوي، كانت زعما فريمون عمليه ديال العلف، سمحوا لي على هذا المصطلح هذا. ورحنا هنا تقريبا 7 أيام في الأسبوع، حرصنا على باش يكون هاد الشيء زعما مثال، لأن غير كتكون العزيمة ولا بد النجاح كيكون حليف لها.